السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم طلبه الصف الخامس الابتدائي بالفصل الدراسي الاول ودرس جديد من دروس اللغه العربيه سنتوقف اليوم عند التعبير الكتابي وموضوع انتاج نص قصير يتضمن حوارا نتوقع منك عزيز الطالب بعد الانتهاء من هذا الدرس تحديد العناصر اللازمة لكتابة نص قصير يتضمن حوارا. إكمال حوار بعبارات ملائمة سليمة واضحة. عزيزي الطالب، حتى تتمكن من فن الحوار، أرجو إحضار المدونة الشخصية لك. فن الحوار اعزائنا من اهم المهارات الهامه في حياتنا اليوميه وحتى تكون متحاورا لبقا ارجو حسن الاستماع والانتباه لما سيعرض عليك اليوم فلنبدا سنقرا معا فارجو الملاحظه الجيده هيا بنا في أحد الأيام، اجتمع أحمد وعلي ومحمود في ساحة المدرسة في أثناء الفصحى، وبعد الانتهاء من تناول وجبتهم انزعجوا من منظر ساحة المدرسة المليئة بالأوراق المتناثرة وفضلات الطعام، فقال علي: ما هذا المنظر؟ فضلات الطعام والأوراق في كل مكان أجاب أحمد ماذا نفعل؟ إن عامل النظافة لا يستطيع أن ينظف كل هذا بمفرده فالساحة فسيحة بينما قال محمود لا بد أن نشجع زملاءنا على وضع بقايا الأوراق وفضلات الطعام في الاماكن المخصصه لها فبدا كل واحد منهم يقدم اقتراحا فقال علي نصمم بعض اللوحات والعبارات والصور التوعويه التي تدعو للحفاظ على نظافه الساحه المدرسيه ونعلقها في الساحه والممرات قال محمود ونحرص على توزيع سلال المهملات في جميع ارجاء الساحه المدرسيه اما احمد فقال ممتاز اقتراحات جميله وسوف نشرك جميع زملائنا في تنفيذها لان نظافه المدرسه وجمالها لن يتحقق الا بتعاون الجميع وبعد عده اسابيع أثمرت تلك الجهود الحريصة على التضامن والتعاون وأصبحت المدرسة أكثر نظافة وجمالاً، بعد الانتهاء من القراءة سنحدد أسئلة لفهم الحوار. السؤال الأول: من المتحاورون في النص السابق؟ السؤال الثاني: حدد زمان النص ومكانه. السؤال الثالث: ما موضوع الحوار؟ الرابع ما الأمور التي يجب أن نراعيها عند كتابة الحوار كما لاحظت في النص السابق فلنرجع للنص السابق نلاحظ أن هذا النص كتب على هيئة حوار وعلامات الترقيم أحبتي من الأشياء الهامة الذي لا بد أن تتقنها وأنت في هذا السن فلنلاحظ يبدا الحوار بعلامه الترقيم الشرطه وهو امر هام جدا وعند تسميه الشخوص هنا علي احمد محمود فالشخصيات لها اسماء ونلاحظ هنا عند طرح السؤال وضعنا علامه للاستفهام بينما هنا عندما تحدث علي وضعنا النقطتان مقول القول وبعد انتهاء الجمل نضع النقطه فلنرجع الى الاسئله من المتحاورون في النص المتحاورون هم احمد علي ومحمود الزمان في النص في يوم من الايام والمكان في ساحه المدرسه موضوع الحوار هو أهميةُ التعاونِ لنظافةِ المدرسةِ، الأمورُ التي يجبُ أن نراعيها: كتابةَ الحوارِ على شكلِ جملٍ قصيرةٍ ومتسلسلةٍ مع فصلِ كلامِ كلِّ متحاورٍ على حِدَةٍ باستخدامِ علامةِ الترقيمِ الشرطةِ، ما هوَ الحوارُ؟ هو شكل من أشكال الإنتاج الكتابي يتطلب حديثا يدور بين شخصين أو أكثر حول موضوع ما. أما الآن فلنطبق ما تم تعلمه. أكمل ملء الخريطة الآتية بعناصر الحوار كما فهمتها من النص السابق. هل أنتم مستعدون لذلك؟ إذاً فلنحضر المدونة الشخصية عناصر الحوار هي الشخصيات ولا بد أن نعطي لهذه الشخصيات مسميات موضوع الحوار الزمان والمكان وكلما تم تحديد الزمان والمكان كان الموضوع أكثر دقة نصل الآن إلى النشاط الختامي لفن الحوار السؤال أكمل الحوار الآتي الذي يدور بين أفراد أسرة محمد لأنتج نصاً حوارياً حول أهمية التعاون بين أفراد الأسرة. في يوم الخميس الماضي عاد الأب من السوق محملاً بمستلزمات المنزل من أقراض وحاجات وكانت الأم منهمكة في إعداد وجبة الغداء وكانت الجده تصلي صلاه الظهر وبعد الانتهاء من صلاتها ذهبت الجده لغرفه الابناء فرات مريم تتصفح بعض المجلات ومحمدا يلعب ببعض الالعاب الالكترونيه فدار بينهما الحوار الاتي اعزائي فلنتخيل ماذا دار بين افراد الاسره تفكير جميل الجده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مريم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الجده هل انتهيتما من اداء الواجبات المدرسيه محمد نعم يا جدتي لقد اتممنا الواجبات المدرسيه على اكمل وجه الجده لقد عاد ابوكما للتو من السوق ولا بد انه تعب بعد عناء يوم طويل وامكما مشغوله في المطبخ اليس من الافضل ان تبادر الى تقديم المساعده اجابت مريم ولكننا ما زلنا صغاراً يا جدتي، والأعمال المنزلية شاقة علينا، أحسنتم الأداء، قالت الجدة: إن التعاون وتقديم المساعدة بين أفراد الأسرة ليس مرتبطاً بالسن يا صغيرتي، فجميعنا نستطيع أن نقدم المساعدة وإن كانت بسيطة، فالتعاون يقوي اواصر المحبه بيننا ويعود كل فرد منا على تحمل المسؤوليه ويخفف التعب والارهاق عن الوالدين قالت مريم صديقتي يا جدتي ساذهب فورا لمساعده امي في اعداد مائده الطعام الجده بارك الله فيك يا حفيدتي الصغيره قال محمد وانا ساساعد والدي في بعض الاعمال الزراعيه في الحديقه قالت الجده بوركت يا صغيري فما اجمل التعاون سعدت برفقتكم شكرا لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته